طيب عندنا في الطلبية يا فندم ايه الوضع؟ لا الامور حضرتك كل الامور هادئة تماما، كل التظاهرات التي قام بها تنظيم الاخوان تم تفريعها بالكامل وفضها بالكامل، تم ضبط اكثر من 100 متهم بالاضافة الى من تم ضبطهم بحوزة الاسلحة النارية. بالمناسبة ضبط كمان احد العناصر الاخوانية في مظاهرات الاخوان في اسكندرية مع قنبلة محلية الصانع. كل ده مؤشرات، ده كان ماشي بيها في المظاهرة يا فندم؟ كان ماشي فيها في المظاهرة. كل ده يشير إلى تصعيد تنظيم الإخوان للأعمال العدائية ضد الشعب وضد قوات الشرطة، ولم تكن في يوم من الأيام مظاهرات الإخوان سلمية، في كل الأوقات كانت مظاهراتهم مسلحة. لا بس تفسيرك النهاردة بالذات يا سيادة اللي هو السلاح بان بشكل كبير وآلي وقنبلة يدوية حضرتك بتقول لي النهاردة، فإيه تطور ده؟ التصعيد نوع من أنواع الفلس، حاسين إن هم مش عارفين يحشدوا، مفيش تعاطف من المواطنين معاهم، قلة تحاول إثارة الشغب في الشارع وتحاول التعدي على المواطنين، بتنفسها مواطنين يسقطوا في الضحايا وبعد كده يتهموا الشرطة، كل الأساليب الرخيصة اللي دايما تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للأسف في كل فعالية من الفعاليات، وده أسلوبهم وده نهجهم واستغلال المواقف وتصعيدها وخلق مواقف وإلصاقها بالشرطة. لكن النهارده كان قدام الناس كلها قد إيه، واخد بالك هم معاهم سلاح بيضربوا بيها النار، وقد إيه اتفضحوا وقد إيه اتمسكوا بالسلاح متلبسين في ده أثناء التظاهرة وأثناء قيامهم بإطلاق العيارة النارية على المواطنين وعلى الشرطة في آن واحد. طيب خلينا برضو مع حضرتك يعني نعمل كده جولة في المحافظات يا سيادة اللواء، وأكتر المحافظات اللي كان فيها تصعيد أو اشتباكات بشكل كبير. أعتقد هقول لك هي بعض المظاهرتين في منطقتين في القاهرة واثنين في الجيزة واحدة في اسكندرية، هم دول أكبر أو هم دول أكثر المحافظات شهدت بعض المظاهرات الإخوانية. طب وبالنسبة للسويس؟ باقي المدريات أو المحافظات كل حاجات محدودة خالص، أعداد أقل من 100 أشخاص هنا وهناك، وتتعدى وتروح القوات بتفرغهم مباشرة، أول ما يشوفوا القوات أو يشوفوا المواطنين طالعين لهم بيجروا. لكن أكثر المظاهرات أحداثا كانت في القاهرة والجيزة واسكندرية. طيب بالنسبة لسيادة اللواء برضو المصابين، أعداد المصابين ما بين الأمن طبعا رجال الشرطة أو الأهالي؟ احنا أنا الحقيقة الأهالي لسه لم نختار، احنا شايفين أنا لسه وصلني اختار في 2 مصابين بطلقات نارية من المواطنين، وعندي 2 ضباط شرطة مصابين بطلقات خرطوش، وعندي 2 مجندين مصابين وأحد الأفراد. دي فيما يتعلق بالشق الشرطي يعني. المواطنين ما عنديش غير الاثنين مصابين بطلقات نارية دول اللي اتعدوا عليهم الاخوان في منطقة الالف مسكن، هم دول وصلوا المستشفى، لسه لم